يا لولو يا لولو، لك شو هالمصروعة هاي؟ شو عم بتساوي انتي؟ شو بك يا امي عم نظف؟ عم تنظفي؟ عدمني اياك، ايه ما في كهرباء. والله صار عم يصيبني بردية وسخن جسمي فجأة، شو هالمرض هذا؟ شد همتك جدي، شد همتك. شد همتك. ليش صفي عن همي لحتى شدها؟ تعبان انا. الله وكيلك يا تيتي، من 3 سنين بس كان مثل القديش اذا بيفوت بالحيط بيهده. قديش؟ ايه كان جسمي مثل الحديد بس ما بعرف شو صار لي فجأة. شو صار لك؟ انا بقول لك شو صار لك، هذا من السم الهاري اللي عم بتلف وتتكورته. طولي بالك تيتي، خلص تركيبي همه، انا بعرف دكتورة بكره بجيب له اياه بخليها تكشف عليه. ايه لا 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 دكتورة لا، اكيد ما بتفهم، جيب له دكتور. تفضل دكتور. الله الله، سلامتك سلامتك. طمني دكتور، فيني شيء انا؟ طول بالك طول بالك طول بالي، مرضان انا مرضان. شيل ايدك. لا هيك كثير. خير دكتور؟ شوف بدنا ناخذه على المشفى فورا. بده تغيير قلب وفك راس، عنده فاليه مسكره بشريانات القلب. شو بدنا نغير له قلب جديد؟ هذه شغلتي مو شغلتك يا استاذ. ايه دكتور؟ ايه بما انه هي الشغله سهله، نقي لي قلب فحل يكون هيك كبير، رجل اياه مثل الحصان. لا ترضي الا حصان اصيل، يا الله يلا خذوا لي بسرعه يلا. وين اخذيني؟ قوم ما عندك الحصان، قوم تغير لي قلب. لا ليه؟ على بالي. لا معي. لازم احكي مع الدكتور. مرحبا دكتور، كيفك؟ بس بدي اسالك سؤال. لك جدي بعد ما رجع من العمليه لك ما في الا عم يرقص. شو؟ مركب له قلب رقاصه؟ حبيبي 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 حياتي انتي حبيبي. بدي اطلب منك طلب صغير هالقد. شو هو؟ بدي منك تقتلي الوحش. هي الوحش؟ وحش في الضربة؟ ايه الوحش. حبيبتي صعبة الوحش. لا بدي تقتلي الوحش. حبيبتي صعبة، اطلبي طلب تاني. طلب تاني يعني ما فيك تقتل الوحش. طيب طلب تاني، عطيني موبايلك لشوف الواتساب يلي فيه. حبيبتي الوحش بدك يا شقاف ولا مفروم؟ نسيتها يا فؤاد، لكن أنا بعد 3 سنين زواج تخوني؟ ومع مين؟ مع وحدة أصغر مني بسنتين بس؟ أنا بفرجيك يا فؤاد، أنا بفرجيك. ليش لا؟ ألو مرحبا، مطبعة السعادة؟ بعد إذنك بدي أبعث لك هلأ صورة على الواتساب. إيه، بدي إياك تكتب لي تحتها مجنون هربان من مشفى الأمراض العقلية أو من مستشفى المجانين، ما بتفرق.
ايه تماما. وحزير شو كمان، بدي ابعت لك هلا عنوان ورقم تليفون مشان اذا حدا يعني بده الدكتور يدق عليه بتكتب لي عليها دكتور يعمل لوجه الله تعالى، والاسعافات الاوليه والادويه كله عليه، وبيجي الساعه 2 و3 بالليل ما عنده اي مشكله. ايه والله ايه. ايه طيب ماشي، هلا ببعث لك اياهم كلياتهم. شكرا، كلك ذوق، اهلين باي. وحياة اللي خلقك لحتى خلي كل أهل الأرض تشتغل فيك. بسيطة. ألو مرحبا، مطعم الأمال. بعد إذنك بدي إياك تبعت لي لعند ابن لعند فؤاد السهيان. إيه بيته ساحة البجعة، البناية 14، بناية برج العقرب، هيك اسمها. تماما، الطابق الثاني. 70 وجبة أكل ل70 شخص. إيه ومع مشاريبهم. شكرا، كلك ذوق، اهلي. مرحبا، مطعم السعاده. بعد اذنك بدي اياك تبعث لي لعنده، هو لعند فؤاد السهيان. ايه بدي اياك تبعث لي ساحه البجعه، بنايه رقم 14، برج العقرب. يا عيني عليك، بتعرف العنوان، طالبين قبل بمره. 125 وجبه اكل. ايه والله عنا عزيمه. ايه والمشاريب ها لا تنساهم. شو عندك حلو دخلك؟ تمام. ايه بعت لي كنافه. ايه 125 وجبه كنافه. طيب ايه شكرا، كلك ذوق، ولا تنسى المخلل بعد اذنك. ايه طيب ماشي، يلا اهلي، باي باي. اذا ما بنزل لك بوست على الفيسبوك خلي كل العالم تشتغل فيك. منزل 3 غرف مع منتفعات سوبر ديلوكس، 5 مليون ليرة. لا كتير، 3 مليون. وهي الرقم 0931. الاتصال بعد الساعة 12 ليلا فقط. هاي بوستاني، سيارة BMW موديل حديث، 1.5 مليون. مضطر جدا للسفر. الاتصال بعد الساعة 1 ليلا. معمل للبيع مع كامل معداته، 10 مليون. مقبول 10 مليون معمل. ألو مرحبا، قسم الشرطة. ايه بدي أخبركن على واحد تاجر مخدرات وحشيش، وبيتعاطى حشيش كمان. ايه وفي برقبته جريمتين قتل ووحدة خطف، بس ليك مالي متأكدة من الخطف. ها ايه اسمه فؤاد السهيان. ايه فؤاد السهيان، اهلين، اهلا وسهلا. شكرا شكرا. حاشته يشكر ربه اني بخاف الله.